طيب خلينا بس نوجه رسالة للناس أصحاب رأس المال واللي عندهم مشاريع صغيرة أو حتى مشاريع متوسطة، بيشغلوا عندهم ناس باليومية زي ناس كتير، في محلات كتير طبعا اتضررت برضو. خلينا نكون كده صراحة، أكتر ناس ممكن تكون اتضررت أكتر من ناس أصحاب المشاريع أو أصحاب رأس المال هي الناس اللي بيشتغلوا باليومية، والناس اللي بيشتغلوا باليومية ناس كتيرة شغالة باليومية، مثلا عامل نظافة، حد بتاع ديليفري بيشتغل باليومية أو بيشتغل بالطلب. كل الناس دي كان قوت يومهم كان بيجي عن طريق اليوم اللي هم بينزلوه، يعني هم ما عندهمش مرتب ثابت زي ناس كتير مننا. الناس عندها بتروح الشركة ففي مرتب بينزل كل شهر، الناس دي لأ، الناس دي ليهم بينزلوا اليوم بيومه، بياخدوا الفلوس على حسب اليوم، على حسب هم عملوا ايه، وبيرجعوا لولادهم بالفلوس اللي هم جابوها دي. الرسالة موجهة لأي حد صاحب شركة، زي ما قلت الرسالة موجهة لأصحاب الشركات أو أصحاب المشاريع الصغيرة أو المتوسطة. ليه أكتر من صديق مثلا كذا حد عنده محل بلاي ستيشن، فهم عملوا حاجة بسيطة جدا، إن هم اتكفلوا بالناس اللي كانوا بيجوا، الفكرة إن هم اتكفلوا بالناس اللي هم كانوا بيجي لهم أو بياخدوا فلوس باليومية، سواء حد كان بينظف، سواء حد كان بيعمل شاي، سواء حد كان مسؤول عنه يحرس المكان. فالناس اللي كانت بتجي لهم في خلال الفترة دي وخلاص حاليا عشان الموضوع واقف، فبيتكفلوا بيهم لفترة الأسبوعين الجايين. فكرة لو دلوقتي مش هتعمل خير فهتعمله إمتى؟ دلوقتي إحنا في ظرف صعب جدا، الشخص اللي كان فيه شغل بيدخل له منه دخل يومي ما بقاش موجود، طبعا في تحديات حصل كتير من نجوم كبيره جدا. فانت ممكن ما تكونش نجم، ممكن ما تكونش من المشاهير، ممكن ما يكونش عندك نفس الدخل اللي بيخش له رجال الاعمال او المشاهير دي، بس انت تقدر تعمل على النطاق اللي عندك، النطاق الصغير بتاعك. لو انت عندك مشروع صغير، فلو عندك المشروع الصغير ده بتشغل فيه 3 4 فحاول تتكفل فانت لو عندك 2 3 مشغلهم في مشروع صغير مشروع كبير، فحاول تتكفل بيهم الفتره دي اللي هم بياخدوا فلوس باليوميه، لان زي ما قلت لو مش هتعمل خير دلوقتي هتعمله امتى؟ ودي اكتر وقت المفروض نعمل فيه خير، واكتر وقت المفروض نساعد فيه بعض، لان في ناس كتير زي ما قلنا ما عندهاش المرتب الثابت اللي بيخش لها، هي فلوسهم باليوميه. لو قلت الكلام ده بس عشان في عدد الفولورز، هم مش كتير، بس ممكن اقول الفولورز اللي عندي بسبب الفوتوغرافي او بسبب الفيديوز اللي بعملها، ممكن الرساله دي توصل لعدد كبير، فالفكره نفسها تنتشر والفكره نفسها تزيد، ان اي حد عنده مشروع صغير يقدر يكفل بالناس اللي عنده اليومين او الاسبوعين الجايين دولت بس. وزي ما قلنا لو مش هنعمل خير دلوقتي هنعمله امتى؟ وربنا يكون في عون الكل ان شاء الله، واي حد بيشتغل باليوميه ان شاء الله الازمه دي تخلص ويرجع يشتغل شغل عادي جدا. شكرا.